نحن محبوسين هنا؟ على الرغم توقفي عن الصراخ، يبدو أن هناك شيئا مثير للاهتمام. ماري ماذا تفعلي؟ أحاول فتح هذه الصناديق، أتساءل ماذا يوجد في الداخل. انظري هناك شيء آخر، يجب أن يكون المفتاح هناك. لا لن أدخل إلى هناك. أقترح على ذلك بمساعدة القرعة. أنا سأحصل عليه، اللعنة. على ما يبدو سأحصل أنا على المفتاح. واو، شيء مبلل. ربما ما أعدي. حسناً، هذا ليس المفتاح، إنها سمكة. انظري إلى هذا الجمال، من الأفضل أن أسمح لها بالعودة إلى الماء في أسرع وقت ممكن. إذن أين المفتاح؟ إنه هنا. نعم ماري، تعالي بسرعة، المفتاح الأحمر يعني هذه الخزنة الحمراء. لنرى. ما؟ ديناميت؟ ديناميت؟ مرعب، ماذا يجب أن نفعل؟ لدي فكرة، آمل أنني أحضرت قواطع الأسلاك. ليس هذا؟ ها هو. ماري، هل ستقطع السلك؟ هيا أنت أفضل. حسنا، سأجرب. آمل ألا أطير من هذا الديناميت. يبدو أن علي أن أقطع السلك الأصفر. نجحت. لا، يا لها من رائحة. لا شيء نجح. لكن الآن نحتاج إلى الفرشاة بالفعل. ماري، أي فرشاة؟ أعطني. لا. أتعرفي ماذا؟ من الأفضل أن تذهبي وتحصلي على المفتاح التالي. حسناً، أنا قوية، أنا أستطيع. أتساءل ما هذا؟ إنه فقط دب سكري. بالمناسبة إنه لذيذ، لكن أنا بحاجة إلى الحصول على المفتاح بسرعة. ها هو. أوي، لا أريد أن أسقطه. ميا، افتحي الخزنة. لا، افتحيها بنفسك. حسناً. أوي، ما هذا في وجهي؟ وجهي الآن مغطى بالبريق. واو، يمكنني صنع مكياج رائع. لماذا تحتاج إلى المكياج؟ الأفضل أن تحصلي على المفتاح التالي. لنبدأ. أتمنى ألا يوجد شيء فظيع في الداخل. شيء يتحرك، ربما ديناصور أو تمساح. لا، إنه كبير جدا، دعونا نرى ما هو حقا. واو، لم أرى حرباء حقيقية من قبل، إنها لطيفة جدا. سأرسلها لتسترخي، كل ما أحتاجه هو المفتاح. ها هو، حان الوقت لفتح الخزنة الخضراء. نعم، إنه الوقت فعلا. أتساءل ما هذا؟ كيف أستخدم مسدس المال هذا؟ واو، كم يوجد مال هنا، وكل شيء لي. أشعر وكأنني أغنى فتاة في العالم. جميل، كل الأشياء جيدة تنتهي في وقت ما. أعيدي الأموال وأعطني المفتاح التالي بنفسك. ماذا إذا نظرت قليلا؟ أنا أرى كل شيء. حسنا، سأحصل على المفتاح. شيء ممتع لللمس في الداخل، يبدو وكأنها رمال متحركة. نعم، وها هو المفتاح، وجدته. حان الوقت لفتح الخزنة الزرقاء. أتساءل ماذا سيحدث إذا سحبت هذا الحبل؟ واو، هذا الحبل يسكب مجموعة من الكرات، استمري في ذلك. رائع، أنا ملكة حقيقية للأوربيز. مذهل. حسناً، يبدو أن هناك مفتاحاً جديداً، حان الوقت بالنسبة لي للحصول عليه.
أتساءل ماذا يوجد؟ أوه، هل هذه ديدان؟ حسناً، أحتاج إلى الحصول على المفتاح بسرعة وعدم لمس هذا القرف. مقرف! سأتقى يا ماري، أنقذيني! انتهى الأمر من تلقاء نفسه. كماذا رائع أنني حصلت على خزنة وردية لطيفة! ماذا يوجد؟ بداخلها شيء وردي، لكن رغوة لطيفة. أعتقد أن هذا رائع. سأفعل ذلك. ممتع. ماري، حان دورك للحصول على المفتاح. بعد ديدان، من المخيف أن أضع يدي هناك. مقرف، هناك شيئين مرة أخرى. عليك أن تحصلي على المفتاح. لقد تحملت الديدان، هيا. حسناً، ما هذا؟ إنها عين. نعم، إنها عين من مربى البرتقال، لذيذة. ما خطبك؟ إنها مجرد حلوى. ابحثي عن المفتاح، هيا. ها هو، وجدته. حان وقت الخزنة باللون الأزرق. ميا، أعطيك الفرصة للضغط على الزر. تم الأمر. هذا مقرف. لم يكن عبثاً أنني ضغطت على الزر، وإلا كنت سأضطر للوقوف تحت هذا القرف الأزرق. حسناً، أنا ذاهبة للمفتاح التالي. ما هذا؟ مقرف، شعر مقزز. لماذا علي؟ لم أفعل ذلك عن قصد. حسناً، أين المفتاح الغبي؟ ها هو. حان الوقت لفتح الخزنة الأغمق لوناً. هاي، هيا. اتضح أن الخزنة الغامقة يوجد أطعمة لذيذة. مجموعة كاملة من الأوريو. تفضلي. شكراً. طعمها لذيذ. نعم، طعم رائع، لا يصدق. ربما تستطيعين ترك قطعة؟ آسفة، ربما في الخزنة القادمة سيكون شيء لذيذ. لمعرفة ذلك أحتاج إلى العثور على المفتاح. مقرف، شيء مقزز يشبه البيض النيء. لكنني وجدت المفتاح. دعونا نرى ماذا يوجد في الخزنة الصفراء. ميا، هل تريدين فتحه؟ بالطبع تريدين، لكنني لن أسمح لك بذلك. ابتعدي. هناك شيء رائع بالتأكيد. هذا ريش. واو، هذا فعلا رائع، مضحك جدا وممتع. توقفي عن الضحك، اذهبي واحصلي على المفتاح الأخير. دجاجة. حسناً، لنرى. ما هذا؟ هذه هي رقات. أنا بحاجة للحصول على المفتاح بسرعة. كاد أن يغمى علي من الخوف. أتمنى أن يكون هناك شيء رائع في هذه الخزنة. لنرى. مرحى، هذا هو مفتاح الحرية. لقد اجتزنا التحدي، حان وقت الخروج. كان ذلك رائعاً، لكن علينا أن نذهب. نعم، الحرية. ماذا يحدث؟ أين نحن؟ مرحباً بكم في تحدي الأزرار الغامضة. أي تحدي؟ لماذا نحن في أقفاص وتوجد كاميرات؟ هل أحد يتابعنا هنا؟ أنقذونا، أخرجونا. لماذا تصرخون؟ كل المرح آتي قريباً. اضغطي على الزر، لا تخافي. صحيح أن الزر ليس مخيفاً على الإطلاق. على وعلى ذلك سقط مشروب لذيذ من ستاربكس على الشاشة. فقط انظروا كم هو لذيذ، مع الكريمة المخفوقة حتى. جيليان، كل شيء لك، استمتعي. فقط لا تنسي التنفس واعتني بشعرك الجميل. وللزينة قبعة من الكريمة المخفوقة، كما أنها لذيذة جدا، جربيها. هاي، هذه لي. واو، شهية.
جدا. أتساءل ماذا سيحدث إذا قمت بالنقر على هذا الزر؟ ماذا لدينا هنا؟ أها، طعام قطط. كلنا نحبهم كثيرا، صحيح؟ هذا الكيس الآن لك يا نانسي. نعم، بالتأكيد رائحته ليست رائعة، ولكن ربما مذاقه أفضل. واو، الآن مطر بطعم التونة. لا يبدو أن نانسي مبتهجة. حسناً، لا بأس، حظ أوفر في المرة القادمة. والآن حان دور جيليان. أتساءل ما الذي ينتظرك هذه المرة؟ أضغط على الزر الأحمر لنرى الآن. نعم، هذه الكوكاكولا المفضلة لدى الجميع. وكم يوجد منها؟ هرم كامل. أوي جيليان، انتبهي، الكولا تمطر عليك مثل البرد الجليدي. آمل ألا تسبب لك نتوء على رأسك. ولكن الآن يمكنك الاستمتاع بكولا باردة ولذيذة. لدي طعام قطط ولديها كولا، هذا غير عادل. هيا نانسي، على ماذا ستحصلي الآن؟ واو، مدفع جليدي، بمساعدته يمكنك تجميد الأشياء. لنجرب الآن، إنه ملقم وجاهز لهجوم الجليدي، فقط كوني حذرة. أوي، الكولا المجمدة مذاقها أفضل. مثلجات حقيقية. جيليان، دعني أجرب، أنا مجمد الكولا. لا، إذن خذي هذا، شعاع الفائق سوف يحولك إلى تمثال جليدي. الآن يمكننا تزيين الحدائق الشتوية معك. بينما جيليان مثلجة، فلنرى ما ينتظرها بعد ذلك. واو، نسكويك الكاكاو. واو، يا لها من نكهة، وهي ساخنة، فقط مناسبة لإذابة ملكة الثلج لدينا جيليان. انظروا، هذا ناجح. دوش من الشوكولاتة اللطيفة، ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ كم هذا رائع. اللعنة. يا نانسي، لقد أصبح الرشاش فارغا بالفعل، ولن تتمكني من تجميد أي شيء بعد الآن. جيليان، اضغطي على الزر. لدينا الكثير من المرح هنا، في كل مرة مفاجأة جديدة. ماذا سيحدث الآن؟ واو، نظارات عالية التقنية. هذه تقنية سرية للعملاء الخاصين، فقط الجواسيس الحقيقيون لديهم مثلها. سوف نستعيرهم لبعض الوقت من أجل التحدي. جيليان، أمسكي، فقط كوني حذرة، هذه تقنية قيمة جدا. واو، كما لو أنني في لعبة كمبيوتر. هذه التلميحات، إذا ضغطت على هذا الزر بابتسامة يبدو أنني سأصادف شيئا لذيذا. أنت فقط على حق جيليان، هذا الدلو الضخم من فشار الكراميل الحلو والمقرمش فقط لك، وتستطيع الذهاب إلى السينما معه. حتى بدون فيلم لديك ما تفعلينه وتستمتعي به. التعامل مع مجموعة كبيرة من الفشار ليست مهمة سهلة، لكنك ستفعلينها. واو، لذيذ جدا. أريد الضغط على زر آخر، سأختار هذا. دعونا نرى على ماذا سأحصل هذه المرة. حزمة كبيرة من السكيتلز الملونة، أعلم أنك تحبينهم كثيرا. للأسف دائما ما يتساقط لدينا مطر عادي وليس من الحلويات. هذا مذهل. أوافقك. إذن ما الذي يخفيه لنا هذا الزر؟ أنا متشوقة. واو، هذا كيس ضخم من المارشميلو الرقيقة، هذا حظ جيد. جيليان، أنت محظوظة جدا. كلنا نريد أن نكون بدالك، لكن هيا استمتعي. نعم، مارشميلو لذيذة ورقيقة وملفوشة، سوف آكلها بالكامل. جيليان، أخبريني على أي زر أضغط حتى أحصل على حلويات لذيذة. نعم، اضغطي على الأخضر. شكراً، أتشوق، ما هي اللذاذة التي سأحصل عليها؟
لا أريد أن أزعجك يا نانسي، لكنك حصلت على سمكة مملحة لا طعم لها أبداً. أوه، ويا لها من رائحة. على الرغم ربما ستحبينها، لدينا جميعاً أذواق مختلفة، البعض يحب المالح. أوه نعم، لا يبدو أنك سعيدة أبداً. لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذه هي قواعد التحدي الذي نواجهه. جيليان، لقد خدعتيني، لذلك سأخذ نظارات التجسس الخاصة بك. الآن سنرى. أوه نعم، بمساعدتهم أنا أرى كل التلميحات. سأضغط على زر الخروج. أوه، ماذا حدث؟ ساعدوني، زنزانتي سوف تبتلعني الآن. أوه، تم إنقاذي. هاها، كلام مضحك. جيليان، حان دورك، اختاري زراً بدون تباطؤ. ماذا لدينا هنا؟ النودل المفضلة لدى الجميع، حلوة ولذيذة. ماذا يمكن أن يكون أفضل من الشوكولاتة بالبندق؟ يتناسب معجون الشوكولاتة السميك جيداً مع المارشميلو الرقيقة. أوه ماي جاد، جيليان لقد حصلت بالفعل على أفضل الحلويات. مرة أخرى جيليان محظوظة. نانسي، ما التالي؟ ماذا لديك؟ حلوى جيلي بيلي، ما أجملها وأحلاها. صحيح، هناك خدعة واحدة، هذه الحلوى لديها أذواق مختلفة وليست كلها لذيذة. لن تعرفي أبداً ما هو الذوق حتى تجربيها. حلوى مشوقة، سوف أجرب هذه. ماذا يا نانسي، أخبرينا كيف طعمها؟ واو، هذه حلوى سحرية للاختفاء. نانسي، أين أنت؟ هي، هل هربت ولم تخبرني بأي شيء؟ وتسمي نفسها صديقتي؟ نانسي، أين تختبئين؟ لا يراني أحد، يجب علي استغلال ذلك. أنفي. أي. نانسي، انتظري، سأريك الآن. الآن سأصل إليك. أين أنت؟ هيا أخرجي. ما هذا لدى المهرج؟ إنه مفتاح القفص. هاي، أنا حرة الآن، سوف أحرر جيليان. هيا أخرجي بسرعة لنركض. وداعا أيها المهرج الشرير. هيا، سأكون محظوظة بالتأكيد. أيها الآلة، لا تخذلينني، أريد شيئا لذيذا. سكيتلز، نعم، الحظ في جانبي اليوم. يجب أن أكون محظوظة أيضا، أريد شيئا لذيذا لأجعل مية تغار مني. هيا أيتها الآلة. ماذا؟ طعام كلاب؟ لا، ليس ما كنت أتوقع. هذا ما تستحقينه. لا، سوف أحصل على لذاذة. زر سحري، لنضغط عليه معا. ماذا يحدث؟ وهنا ضيوفي، مرحبا بكم في التحدي، هيا لنضغط على الأزرار. الآن سأكون محظوظة بالتأكيد، أريد النقر على البرتقالي. اختيار رائع جينيفر، إنها نوتيلا. أنت محظوظة حقا، لدي دلو كامل من النوتيلا وكل شيء لك. كم هذا لذيذ، إنها نوتيلا، لا أخلط بين هذا الطعم وطعم أي شيء آخر. أيها المهرج، لا تبخل. كما تريدي، كل شيء حتى آخر قطرة. شيء ما سقط على رأسي، هذا يعني أن نوتيلا انتهت. إذا سكبت اللذاذة على جينيفر غير المحظوظة، بالتأكيد سأكون محظوظة أنا. واو، أنت على حق يا ميا، ستحصلي على المارشميلو، لدي كيس ضخم، لن أتركك جائعة. ما ترى من المارشميلو؟ أريد أن أمسكها بفمي. نجح، أعتقد أن لدي فكرة رائعة. جينيفر، أديري لي خدك. ميا، ماذا تفعلي؟ هيا لا تصرخي، انظري فقط، ما هي المارشميلو بدون نوتيلا؟ شهي.
يا لها من فكرة رائعة. واو، ميا لديها علبة كاملة من المارشميلو، ربما ستشاركني. هاي ميا، أعطني قطعة. هل تريدي مارشميلو؟ لماذا لا أمسكي؟ شكرا لك. أوتش، ماذا فعلتي؟ إنها المارشميلو لي، لن أشاركها، سأكلها بنفسي. جشعة، لا بأس، سيكون لدي مارشميلو خاصتي. لا أريد أن أزعجك، لكن لا يوجد مارشميلو على الشاشة. أوه، ما هذا على رأسي؟ كن حذرا. من الواضح أن هذه ليست مارشميلو ناعمة على الإطلاق. أوه، إنها ورق تواليت. أوه، هذه فرصة رائعة لمسحة مع ميا لتعرف كيف تكون بخيلة. أوش، ماذا يحدث؟ هل هذا ورق تواليت؟ إنها متسخة. عليك أن تراقبي عن كثب طعمك اللذيذ أيتها الجشعة. الآن أنا كل ملطخة، أريد الاستحمام بسرعة. لا يوجد حمام يا عزيزتي، فقط أنت والأزرار. حسنا، سأضغط على 2. أنا أحب ضيوفي نشطين. رائع، نعم ميا، سيكون ذلك مذهلا. يذهب الغطاء، لنبدأ. آه، شيء ما ينسكب فوق رأسي، طعمه حلو. إنه عسل، أنا أعشق العسل. من دواعي سروري أن أرضيك. والآن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام. كلاب، لا تتحركي. أوه، الآن شيء ما يسقط علي، شيء أبيض، هل هو ثلج؟ لا، إنه طحين. خممت بشكل صحيح، استمتعي. كيف سأستمتع؟ لا أعلم يا ميا، لكنك تبدين رائعة. كلمات أقل وعمل أكثر جينيفر. حسناً، هذا الزر الوردي يبدو جيد. ولقد أحضر لك حلقات يونيكورن مقرمشة، تهانينا. رائع، أنا جاهزة. حسناً، لن أتباطأ، افتحي فمك. لذيذ. استمتعي عزيزتي، الحظ يمكن أن يبتعد في أي لحظة. آه، فكرة، لدي دلو من النوتيلا، يمكنني استخدامه لجمع هذه الحلقات، سيكون أكثر ملائما لتناولهم. أوه، لذيذ، وجبة دسمة. حسنا جينيفر، أنا سعيد أنك سعيدة. ولكي أكون أكثر سعادة أحتاج إلى إضافة شيء ما. بماذا تفكري؟ فهمت، الحليب بالطبع. ما هو الفطور الجاف بدون حليب؟ ذكية جدا جينيفر. نعم، هذه مسألة أخرى. سأضع الدلو تحت الانسكاب وأجمع الحليب، ويمكنني أكلهم بهذه الطريقة. لذيذ. أيها المهرج، ماذا عني؟ انظر، لقد ضغطت على الزر. أرسل لي اللذاذة. لا أريد أن أزعجك يا ميا، لكن طعم الكلاب ليس لذيذا، لكن المشاهدة بالتأكيد ستكون ممتعة. مقرف، الرائحة كريهة، لم أتوقع ذلك. يكفي، هذا يكفي. لا أريد أن ألعب ألعابك بعد ذلك أيها المهرج. طالما أنك في الصندوق ميا، تنطبق عليك قواعدي. عندما أخرج من هنا سأبقى بعيدة عنك. يا له من مظهر يا ميا، ولكن لا يوجد وقت، سأضغط على الأزرار 2 في وقت واحد. قرار جريء، ولكن له عواقبه. التركيبة المفضلة لدي، لنبدأ بالبيض. أوتش، مؤلم، ما هذه الحجارة؟ لا، إنه بيض نيء، يا له من حظ سيء، وعلى وجهي. هيا جينيفر ابتهجي، إذا كنت تتذكري ضغطي على زرين. إذن ماذا؟ الآن الريش. أوه، الريش، مجموعة كاملة منهم. حقا ابتعد الحظ عني، أنا مثل دجاجة. هذا من فعلتك أيها المهرج. الريش يناسبك حقا جينيفر. على ماذا تضحكي؟ هيا الزر. حسنا، سأضغط على هذا. واو، يا له من حظ. تاباسكو، ميا تمسكي بإحكام ولا تفتحي فمك. شكرا على النصيحة، ربما لا يجب أن تصب هذه الصلصة علي. هذه هي القواعد يا ميا، عليك أن تتحلي بالصبر. من الجيد أنه انتهى. يبدو أنه دخل في فمي، أنا مشتعلة.
هذا مذهل. أوي المساعدة أحترق. لم يكن عليك إغراق الناس بصلصة التباسكو. فليكن ميا سأساعدك. سأرتدي بدلة أنا مثل رجل إطفاء حقيقي. وقت إطفاء النيران. شكرا. الآن أنا مبللة لكن لا يوجد نار. عمل رائع. رائع فعلا. أعتقد أن التحدي كان ناجحا. أين نحن؟ أعتقد أن هذا تحدي جديد. كم هذا ممتع. هل يمكنني البدء؟ أنا متأكدة أن هناك شيئا لذيذا في تلك الخزنة. لم أخمن تماما لكنه رائع أيضا. هناك جبل من البوب إيت. إنه غريب نوعا ما. رائحته لذيذة. واو أستطيع أكله. عزيزتي هل فقدت عقلك؟ لا يمكنك أكل المطاط. أنت لا تفهمي أي شيء. إنه ليس مطاط، إنه مرميلاد. كم هو لذيذ. أريد أن أكل كل شيء دفعة واحدة. يصعب وضعه في فمي لكن يمكنني التعامل مع الأمر. كم أنت محظوظة. نحن نحسدك. بالتأكيد لن أتردد في تجربته. لقد كان لذيذا لكنني أكلت كثيرا. ربما ستعطينا البوب الأخير. أقترح أن نأخذه بأنفسنا ولا نسأل. في الواقع يمكنني رؤية كل شيء. لا حاجة للمس البوب إيت. أنا سأكله بنفسي. حسناً حسناً سأعتني بخزنتي. ما هذا بعد؟ لا أصدق عيني. يبدو أنها تتحرك. إنها ديدان حية. يا له من كابوس. لا أريد أن أكون في مكانك أبداً جولي. أبعدهم عني. يبدو أن ديدان الخاصة بك ذهبت مباشرة إلى ميلا. ماذا فعلت يا جولي؟ أزيلهم الآن. حسناً اهدئي. أنا بحاجة إلى مكنسة كهربائية. ميلا لديها دودة تحت أنفها. لكن هذا ليس مضحكاً على الإطلاق. أليكس يكفي. عزيزتي لا تقلقي سأزيلها الآن. أوقفي تشغيل المكنسة. لقد امتصت شفتي. كنت مضحكة جداً. واو انظر إلى ما حدث لميلا. شفتي مثل الزلابية المنتفخة. هذا كله خطأك. أنت الملام يا أليكس. كان يضحك طوال الوقت ويشتت انتباهي. حان الوقت لتعليمه درساً. ماذا فعلت يا جولي؟ فمي مليء بالديدان. لكن الآن يمكننا أن نضحك عليك. بالمناسبة نسيت تماماً خزنتك. هناك جرة غريبة هنا. ليس لدي فكرة عما هي. ربما تستحق التذوق. وسأفهم كل شيء. حسناً كيف تشعر؟ يبدو أن شيئا ما يحدث لي لكنني لا أعرف ما هو. ميلا انظري لقد أصبح أليكس صغيراً. بالضبط هذا يليق به. إنه لطيف جداً. أليكس سأضعك على المنضدة. شكراً لك ميلا لكن كان ممكن أن تكوني حذرة أكثر. نحبك يا أليكس. ابقى دائماً هكذا. لا أمانع. واو بوب إيت. يمكنني أخيراً أن أجربها وأقفز عليها أيضاً. مذهل. إنها أفضل من الترامبولين. ماذا تفعل يا أليكس؟ أنا أستمتع بالحياة. هذا لطيف جداً. أرسل لكم قبلة في الهواء. سأتوقف عن القفز. أنا متعب بالفعل. ربما يمكننا اللعب قليلاً. ماذا؟ لا لا نفعل أشياء غبية. لم يكن عليك أن تعضني. كان بإمكانك أن تتحدث. لكن هذا ممتع للغاية. هل تتحدث عن المتعة؟ الآن سوف أريك ما هي المتعة الحقيقية. بدأت المعركة. بماذا تفكر يا جولي؟ تريد مني هزيمة الدودة. سهل. سأهزمها في ضربة واحدة. على الرغم أنك لن تهزمها. لا مشكلة. لدي فرصة للتعويض. أحسنت يا أليكس. أنت تفوز. هزمتك أيتها الدودة الغبية. لم يبقى الكثير. فوز. يا لها من قوة رائعة. لقد أدهشتنا. حسناً حان الوقت للعودة. لقد عدت إلى ما كنت عليه من قبل. وأنا سعيد بذلك. هل يمكنني أن أبدأ هذه المرة؟ نحن لا نمانع. واو هل ترى هذا؟ حصلت على آيفون. يا له من رائع. هذا ليس سببا للتفاخر.
يجب أن تحسدوني جميعاً، لن يكون لديكم هذا الهاتف. أليكس، ابتعد عن إطار الصورة. حسناً أيدي، سأخذ الهاتف. يبدو أن هذا سيدوم لفترة طويلة. أعطوني إياه، يكفي. ماذا تفعلين يا ميلا؟ سأخذ الهاتف مرة أخرى الآن. لا تزعجني، أنا ألعب. في الواقع أريد أيضاً اللعب. أنا أيضاً. ماذا فعلتم؟ لقد أسقطتم الهاتف. أوبس، هذا محرج. ما خطبه يا أليكس؟ أخبرني. من الأفضل ألا تري. لا، ليس هذا، لقد انكسر. آسف جولي، لم نقصد ذلك. دعونا لا نتشاجر، بل نرى ماذا لدي. أعتقد أنني سمعت صوتا غريبا. ما الذي يمكنني الحصول عليه؟ يبدو أنه يراوغني. لا أصدق عيني، إنه ضفدع. هل أنت جادة؟ مستحيل. أبعدوه عن رأسي. أنا آسف، لكنني لن ألمسه. يبدو أنني تخلصت منه. لا، لقد قفز علي. كم هو غروي ولزج. خذه. ماذا فعلت جولي؟ كنت أن أبتلعه. أعتقد أنه لا يجب أن نخاف منه. انظروا كم هو لطيف. ماذا لو كان أميراً مسحور؟ سأحاول تقبيل الضفدع لكسر التعويذة. حسناً، كيف؟ هل نجح؟ ميلا قبلت الضفدع. وماذا في ذلك؟ كان علي التحقق. ويجب أن أتحقق ماذا يوجد في خزنتي. هناك قبعة، لا أعرف ماذا أفعل بها. جربها وأنظر إذا كانت تليق بك. احذري، لقد قفز الضفدع مرة أخرى. انظري ماذا حدث له، يبدو أنه مصنوع من الشوكولاتة. هل هو شوكولاتة حقا؟ لذيذ. لقد اكتشفنا كيف تعمل القبعة. وأنا أعرف بالفعل ماذا يجب أن أضع فيها. ماذا تفعلين يا جولي؟ لقد نجحت بالفعل، حولت الهاتف إلى الشوكولاتة. فكرة عظيمة. كم هذا لذيذ. أنا بحاجة إلى تحويل شيء ما أيضاً، لكن ليس لدي أي شيء. انظري جولي، أصبح أليكس شوكولاتة. ماذا تفعلين ميلا؟ لماذا تحتاج إلى أصبعه؟ قفي، ليس عليك أكلها. أنت على حق، لم أفكر. أعرف كيف أساعد أليكس، سأزيل القبعة فقط. حان دوري لأكون الأول. يبدو أنني حصلت على ضيافة لذيذة. واو، مخفوق الشوكولاتة. هذا يبدو جيدا جدا، هل ستشارك؟ أحتاج أولا إلى فتحه. ماذا ستفعل بدوني؟ أنت بحاجة إلى لفه هكذا. شكرا لك. الآن سوف تشارك معي. بالطبع لا. كيف فكرت هكذا؟ سأشربه بنفسي. بالمناسبة لذيذ جدا. أنت بخيل، لكنني ساعدتك. حسناً، خذ هذا. ماذا فعلت يا جولي؟ سكبت كل ما لدي من الكوكتيل. لو أنك قمت بالمشاركة كان سيبقى لك. بارع جدا. حان دور ميلا. لا أريد فتحه، هناك بالتأكيد شيئا لا طعم له. حسناً، سمكة كريهة الرائحة. أخبرتكم. ماذا أفعل بها؟ لا أستطيع أن أضعها في فمي. تناول الطعام بسرعة وإلا سنختنق. لكني لا أريد، أنا فقط من أجلكم مستعدة للقيام بذلك. كم هي سيئة، مرعب. لن أكل هذه السمكة مرة أخرى في حياتي. هيا، انتهي قريباً. حسناً حسناً، أعتقد من الأفضل أكل كل السمكة. واو، كيف هذا ممكن؟ لم أكن أعتقد أن ميلا قادرة على شيء من هذا القبيل. لقد رميت الحسك في وجهي. لكن هذا كان مضحك. ليس صحيحاً، افتحي الخزنة. هناك حلوى واحدة؟ وماذا أفعل معها؟ ربما علي أكلها وهذا كل شيء. لذيذة، لكنها صغيرة جداً. حبة واحدة وجبة غريبة. أوافقك. ربما لا يجب أن أبحث عن تفسير. ما الذي يحدث؟ نعم، وجهك مغطى بالحلوى. ويدي أيضاً. هذه الحلوى مذهلة.
انظروا، بدلا من الحلويات القديمة تظهر حلويات جديدة. هل يمكنني تجربتها ايضا؟ مذهل، كم هي لذيذة. انظروا، انا مغطى بالحلوى ايضا. رائع، كم احبه. هل تريد يا ميلا؟ لا شكرا لك. هاي خزائن جديدة. أنا جاهزة لفتح خاصتي. واو، تحتوي على علبة نوتيلا بداخلها. بالضبط، وهي كبيرة. انتبهي أين ترمي القمامة جولي. كم هذا مؤلم. آسفة، لقد جعلتني نوتيلا غافلة جدا. فقط لا أستطيع الانتظار لتجربتها. انظروا إلى هذه الشوكولاتة، إنها متعة حقيقية. وأنا أيضا أريد. مذهل، حصلت على القليل. شكرا. لا تجرؤ على الاقتراب من النوتيلا مرة أخرى يا أليكس، لن أعطيها لأي شخص. جولي، أنت متسخة. وماذا في ذلك؟ أولا، يبدو أن يدي عالقة في الجرة. يبدو أن شخصا ما يحتاج إلى مساعدة عاجلة. اسحب أليكس، لا أريد أن أمشي هكذا لبقية حياتي. أنا أسحب لكنني لا أنجح. ساعدوني، أنا أسقط. لكنك نفسك طلبت ذلك. واو، لدي علبة نوتيلا الآن. إذا كنتم تسألون عن حالتي فأنا بخير. بصراحة لم نسأل. لماذا أخذت النوتيلا خاصتي؟ أوه، كم هو لذيذ. لا يزال هنا. حان الوقت للفتح. ماذا يوجد في غزلتي؟ اجلبوا أقنعة الغاز على وجه السرعة، إنها جبنة زرقاء. لن نحتاج إلى أقنعة الغاز إذا أكلتها الآن. أعتقد أن ميلا بحاجة إلى مساعدة. في الواقع لا، لم أطلب المساعدة. أعتقد أننا نجحنا، لقد أكلت كل شيء تقريبا. كيف هذا ممكن؟ أنا ذاهبة للتقيؤ الآن، أنا بالكاد أستطيع التحمل. من الجيد أن كل شيء سار على ما يرام، فقط خزنتي الغامضة بقيت. يبدو وكأنه ثقب أسود في الداخل.